أنا أقول سبحان الله، لو اتفق الواحد مع أسرته مثلا من الأشياء اللي تستهلك يوميا، قال إيش رأيكم البضاعة الفلانية ما ناخذها نجعلها وقف على نيتنا ووالدينا؟ نعم، أشياء لو استغنينا عنها في اليوم أو في الشهر ما تضر، ما تضر، وتوضع في هذا الوقف المبارك، لأنها هذا رقم حساب لك عند الله سبحانه. وبعدين ما هو ثابت، البنك ترى بيعطيك حسابك اللي أعطيته، لكن عند الله كما قال صلى الله عليه وسلم كما يربي أحدكم فلوة. الله، يعني أنت ابتهى بهذا الريال تأتي يوم القيامة وهو قيمة عجيبة بفضل الله عز وجل، ويضاعف الله لمن يشاء، يضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. فالصدقة يعني توفيق من الله عز وجل. إن الله لما قال الله من ذا الذي يقرض الله، من اللي يسلف الله؟ نعم. القرض معروف تعلمونه كلكم، الله اللي يقوله، من ذا الذي يقرض؟ أبو الدحداح استغرب، هذا الشيء العجيب، الله يقترض منا. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أن ما هو قرض عادي، أن تقرض الله فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أضعاف كثيرة، واللي يوعدك بهذا الله عز وجل. والآن الحمد لله وانت جالس تأخذ رقم الحساب، وانت جالس تأخذ هذا الريال فقط. يعني بعضهم ترى يقدر المليون وهو جالس، لأنه من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وكما سبق وقلت لكم، ترى المال الطيب يجذبك للطيب، المال الطيب يجذبك انك الطيب، لانك تعطي من تعطي الطيب، فالله طيب لا يقبل الا طيب سبحانه. فانفقوا مما رزقناكم، بعدها ترى ما لنا فضل في اللي ننفقه، لان مما رزقناكم، يعني الله يقول هب لي من اللي اعطيتك، فليش نبخل؟ ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. وهذا به وعود عجيبه، منها ما قال عليه الصلاه والسلام ان الصدقه تقي صاحبها مصارع السوء والآفات والهلكات. صحيح. ففضل ان الله سبحانه وتعالى، إن الصدقة تقي صاحبها، إيه؟ مصارع السوء، مصارع المصايب يعني، نعم، مصارع السوء والآفات، الآفات الأمراض والهلكات. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.